السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير إن شاء الله بإذن الله. وأنا ماشية في أسواق الديرة، لفت نظري حاجة غريبة قوي. لفت نظري أن في خان الخليلي في السعودية. بجد تعرفين أنتوا خان الخليلي والتحف اللي فيه والانتيكات والحاجات اللي هي بتبقى معمولة على شكل التماثيل بتاعة الفراعنة والحاجات اللي بيبيعوها السياح اهو هنا كمان سياح. بجد كانت صدفة، ما كنتش عاملة حسابي اصلا ان انا هصور. كنت جاية اخد عبايات سمرة وكده من المكان ده اسواق الديرة، فلفت نظري محل كله بسم الله ما شاء الله يعتبر انتيكات او حاجات من اللي هي ايه التراث السعودي، الدلات بقى والحاجات اللي هتشوفوها دي كلها من التراث السعودي اغلبها يعني. اللي لفت نظري اكتر ان في اجانب او امريكان، يعني هم تقريبا امريكان من اللغه بتقول انهم امريكان يعني من امريكا، كانوا بيشتروا حاجات من هنا وكانوا مبسوطين بها جدا. والراجل الباكستاني بسم الله ما شاء الله قاعد بيبيع لهم يعني وكلمهم وكده، والباكستاني هو صاحب المحل. هو المحل اكيد بتاع سعودي يعني، والباكستاني ده اكيد شغال فيه. بس بجد يا جماعه انا اتفاجئت بكم التحف والانتيكات اللي موجوده فيه، حاجات حلوه جدا 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 يعني اخر جمال بصراحه. بسم الله ما شاء الله. عارفين انتم نظام المسابح الكبيره؟ نظام المسابح اللي فيها دلايات وحاجات حلوه قوي قوي. انا ما توقعتش اني اشوف محل زي كده فيها تعتبر تحف. الله الله الله، فخامه بجد فخامه. كم سعرها يا محمد؟ اللي عايز بقى يشتري هديه من هنا. عجبت الراجل الامريكي لما مسكتها، عجبته قال له هات تشتري ايش هي نحس. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بجد حاجات روعه يا جماعه، حاجات روعه يعني. على فكره الوقفه دي ست مش راجل، يعني انا في الاول فكرتها راجل ام ابيض واسود، سبحان الله شفت انها ست. يلا ربنا يهديها ويصلح قلبها. ودي حاجات قهوه، شوف الجمال بالله، شوفوا صغيره وجميله، روعه روعه روعه. الحاجات دي انتيكات يا جماعه، تحف. والجمال بقى والحاجات الحلوه دي عجبتني برضو، الجمال بصراحه حسن ما شاء الله. وهنا مباخر يعني من الماضي كده جميله بجد. المكان ده بصوا يعني مجرد ما تدخلوه هو في اسواق الديره، وعلى فكره اكتر من محل. انا كنت فاكره ان المحل ده بس، اتضح ان في 3 4 5 نفس السيستم كده. دي بقى حاجات حلوه. الله يرحمه صدام حسين، فلوس العراقية. هنا العملات، اللي عايز يشتري عملات انتوا متخيلين؟ اغلب الفضي ده عملات. بسم الله ما شاء الله جميلة بصراحة. وهنا اللي هي الحاجات اللي بتتلبس في الايد، حاجات غريبة كده يعني شكلها غريب بصراحة. انا قعدت اقول له وريني وريني وكده يعني. بسم الله ما شاء الله، حاجات حلوة جدا جدا يعني. هي زي ما قلت لكم دي الفيله، دي مش تبع التراث السعودي، ممكن ده التراث الهندي يعني والعلم الله. شكلها حلو برضو يعني، بس شوف يا ريت يعني شكلها حلو. شفت الميداليه دي جميله قوي قوي قوي، على شكل خنجر. بسم الله ما شاء الله لا اله الا الله. شوفوا الخناجر الكبيره دي، ايوه. بسم الله، دخلي ام عبود تاني، شكله روعه بصراحه، فخم جدا جدا ما شاء الله ولا اله الا الله. وسيوف بقى وحاجات حلوه بصراحه، شكلها قمه الجمال والروعه. انا قعدت يعني المحل بصراحه اذهلني القلادات شكلها حلو، تمائم. مش عارفه نرجع احنا يعني شكلها مش بطل على فكره يعني. لبس كازينه شكلها حلو، دي برضه شكلها حلو، ذهبي شكلها جميل بصراحه. وهنا اطباق كده شكلها حلو قوي، مش عارفه جايه منين، وساعات وانتيكات. عارفين انتوا الصناديق الارابيسك دي كانت تيجي في المسلسلات كده، الواحد يجيب الصندوق وفيه الذهب، او الواحده تجيب الصندوق وفيه الذهب بتاعها وتقول لجوزها ايه روح بيعه وفك ازمتك. عارفين انتوا نفس الشيء، هي نفسها الصناديق دي. وراديو بقى من يعني هو معمول شكله حلو، راديو. الناس اللي واقفه دي زي ما قلت لكم كلهم امريكان يعني.
بيتقضوا حاجات. البتاع ده بتاع اغاني تقريبا، بس والله ما اعرف اسمه ايه يعني. كنت بشوف في ايام في المسلسلات القديمه ولا الافلام الابيض والاسود بتبقى الحاجات دي موجوده في ايام عبد الوهاب الله يرحمه. والحاجات دي برضو حلوه قوي. انا سالته قلت له يا نحاس، قال نحاس جميله بصراحه، فخمه جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. حلوه الاجراس دي، جميله جدا خالص يعني. بصوا محل بصراحه تحفه، محل يبهر، يخلي الواحد منبهر، بسم الله ما شاء الله. انا انبسطت اول ما شفت الحاجات دي، مش عارفه ليه، رغم اني ما اشتريتش حاجه، بس كده عجبتني سبحان الله يعني. شوفوا يا جماعه، اي حاجه لها علاقه بالماضي او بالتراث، تراث اي بلد بقى بيشدك. دي طبله الفن الشعب بيشد الانسان، مش عارفه ليه، او بيحسسه براحه نفسيه كده. انا من الناس اللي بحب الحاجات القديمه وبحب الانتيكات بس ما تكونش مجسمه على هيئه بني ادمين او حيوانات، والا الباقي عادي. مش عارفه الوليه دي مالها، قاعده مغميه عينيها، شكلها حلو بس مش عارفه حاجات حلوه يكون يعني لها علاقه بحاجه ولا حاجه يعني. ما شاء الله مش. شوفوا الجمال حلو قوي قوي. عندنا واحده زي بسم الله ما شاء الله ولا اله الا الله. الكعبه دي عندي واحده زيها في المجلس بتاعي. استغربت انا من الوليه اللي ربطنا عينيها دي، ما علينا مش مهم، بس المكان فيه حاجه تحفه يا جماعه بجد يعني. وصناديق الارابيسك دي، الله الله الله، عارفين انتوا زي ما قلت لكم الصناديق اللي بيتعامل فيها الذهب. جميله، فيها فخامه بصراحه. هنا دلات القهوة، بسم الله ما شاء الله، أكتر حاجة موجودة دلات القهوة، أشكال وألوان وأحجام ودي على فكرة دي معمولة من الرخام، أنا فكرتها شنطة عادية، اتضح إنها منحوتة من الرخام، برضو شكلها حلو، تقيلة، ممكن تجي لها 2-3 كيلو الحتة الصغيرة اللي أنتوا شايفينها دي. ودي تقريبا مباخر، شفتوا ده معمول من الرخام، برضو شكله حلو. زي ما قلت لكم المكان ده المفروض يعني يسموه خان الخليلي السعودي بصراحه يعني، روعه ما شاء الله ولا اله الا الله. انا دخلت محل تاني، ده محل تاني جنبه برضو، في حاجات حلوه او حاجات فخمه جدا جدا. زي ما قلت لكم يا جماعه الحاجات دي موجوده في اسواق الديره اللي هي جنب المعقليه او جنب السويقه يعني، دي اقرب اماكن لها. بسم الله ما شاء الله ولا اله الا الله، روعه بجد. والاجانب هنا برضه ورانا عجبهم الحاجات، يلا على البركه اشتروا. اللي بيبيعوا في المحلات دي باكستانيين، مش عارفه ايه السبب يعني. الله، فاكرين انتوا التليفون بتاع زمان، نرن نطلب المركز، هو ده. بسم الله ما شاء الله، الله حلوه برضه الشخاليه دي كده على الاجراس. المهم يا جماعة بقى الفيديو خلاص على وشك يخلص، ان عجبكم الفيديو بس زي ما قلت لكم شجعونا بلايك، بس مش عايزة منكم حاجة غير لايك. الله يجزاكم خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.